الحاج انتم جيتوا من عينتي موشنت اولا رحبوا بكم. ثانيا خوك هذا كان تبنى هذا الولد واه ويعني رباه وكبره وبعدها خوك توفى هذا الولد راح تصرف الممتلكات ديالو دار لكم عقد هبه خوك توفى في 9 ماي وهو دار عقد الهبه في 11 ماي يعني يومين مرة توفى قال لكم انه دار لي عقد هبه وباع الارض وباع المنزل وباع كلش هكذا الحاج يعني هكذا. بعد كل هذا تبين انه كلش كان مزور كل شيء كان مزور اذا نحكي لنا هذه التفاصيل هو في وحرمكم انتم من حقكم واه واه تفضل احنا احنا درك كاين سما غير انا خاطر معايا زوج خواتات زوج خواتات راكم تعرفون النساء انا كي مشيت عند وكيل الجمهوريه خاطر دفنه هو دفنه بدون تصريح بدون تصريح دفنه دفنه بدون تصريح مشيت عند وكيل الجمهوريه قدمت شكوى نبداو الحاج معليش تسمح لي نبداو من المستشفى من اللي مات من نهار مات واه هو مات لو 9 مي فوالا هو في الليل مرض الخميس في الليل مرض داوه ليرجونس ليرجونس كي شافوه مريض غراف قال له روح شور خليه يقعد هنا هو في الليل توفى هودوه للسبيطار كي هودوه للسبيطار صباح الولد مشى يجيبه كانت الجمعه لو 9 مي بالجمعه نهار تاع الجمعه قالوا له ما تقدش تديه وحتى للحد يكونوا هنا الطبه وروح ديه هو يمشي يشوف واحد يسكن في السبيطار ومرته طبيبه مش حشمه خرجوه بلا تصريح بلا والو وعلاش هو هكذا تقلق باش يخرجوه يدفنوه بلا تصريح بلا حتى حاجه باش يديروا عقد الهيبه فوالا باش يديروا عقد الهيبه هنايا انا ما خبرونيش انا حتى جا جاره جا بلد قيس الرابعه ولا خاطر نهار جمعه جا قال لي اودي جا عزاني انا بروحي كي عزاني قلت انا هذا مرة قال لي اودي عمي قدر راه توفى خوك متوفي وانت ما على باليش والله ما خبروني طلعت انا لقيت الدنيا مخلطه الدنيا من بعيد جا وهذا وانا ما داروليش علاه ما داروليش استدير باهي قدو يديروا التزوير ولكن بصح انا كي طلعت لقيت الطبيب خرج من تم انا قلت يمكن الطبيب هذا دار لهم سيرتيك ميديكا صح قعدت واحد 6 ايام مشيت البلديه قلت لهم ودي يعطوني سيرتيك ديسي قالوا لي ودي وك ما توفاش انا توفى في السبيطار نتاع موشن قال لي السبيطار يبعثوا البلديه تاع موشن قال لي روح البلديه تاع موشن انا ما مشيتش البلديه انا مشيت ديرك السبيطار قلت لهم اعطوني سيرتيك سيجور تاع العريش قويدر عطوني سيرتيك سيجور دخلوا له 9 مي وخرجوا له 9 مي انا مشيت قدمت شكوى عند البروكيرور واش قدمت واش كان مضمون هذا الشكوى المضمون هذا الشكوى بالعربيه باللي راه دفنه بدون تصريح بدون تصريح كاين عداوه ما بيناتكم قبل الحاج مع هذا الطفل لا ما عنديش عداوه مع الطفل عداوة. العداوه مع مرت خويا مرت خويا ما تحملناش بركه ايوا يقدم شكوى الوكيل قال لي دوك نزيدت لك على الجدرميه قعدت واحد 15 يوم جدرميه جاو عندي قالوا لي مشي دير شكوى قلت لهم قالوا لي مال الوكيل راه زيفت ما قالوا لي روح مشيت عندهم مشيت لقيت شاف دو بريكاد قال لي كيفاه صرا قلت له ودي هاك كيفاه قلت له دفنوه بدون تصريح قال لي دفنا بدون تصريح قال لي دوك شو غادي نلغى هنا غادي ندخله سيلون قال لي روح غدوة على الربعة روح غدوة على الربعة كي وليت لقيت لاجيدون قلب قال لي يا صاحبي السيد متوفي في داره وانت تقول لي متوفي في السبيطار قال لي روح شور دوك انا غادي نزيفت للبروكيرور نقول له بلي السيد متوفي في داره لا صحة نقعد 10 ايام يعاود يجيني جدارمي اصاحبي قال لي روح تبع الملف تاعك قال لي ما تبعش الملف تاعك قلت له الكشاف تاعكم قال لي روح قال لي روح هما راهم داروا بريا لا صحة هي مشيت خلطت عند ذاك جدارمي اللي كان شاد الملف قال لي كي سموك قلت له سموني باك امك منا قال لي وين تمات قلت له نو في مي قال لي اصاحبي هنا على الشيطان قال لي الله ينعل بك زين قلت له كيف قال لي هاي سيرتيكا ميديكال هنا دايرين بالطبيب سيرتيكا ميديكال مع الطبيب اللي ميت له ساز ايه قلت له ودي نعرف الشيطان صاحبي ميت له ناف قال لي ها ودي باغي تهبني قلت له انت باغي تهبني قلت له هو مات له نوف لو 9 مي قلت له انتم جيتوني السبت لو 10 قلتوا لي على السلاح قلت لكم السلاح انا خاطيني قلت لكم ودي من الباب برا انا خاطيني من الباب لهي استغفر الله من الباب لهي خاطيني من الباب برا اروح عندي
واش مصلحت اخوك؟ واخا خويا كان باتريوت. بكلش فهمنا اخوك كان كان باتريوت حارس بلدي. لا ماشي حارس بلدي، راك سلاح باتريوت. باتريوت دفاع ذاتي. دفاع ذاتي. دفاع ذاتي. نعم. جدارمي هذا قال لي اسمع، في العشرة جاو يطلبوا منك سلاحه. في العشرة واه على اساس هو مدفون في التسعة. راه مدفون في التسعة متفق عليه. هو هو هذاك المتربي. انت شكون اللي قال لك بلي توفى يوم التسعة؟ ايه شكون اللي قال لك بلي توفى يوم التسعة؟ حضر في الجنازة استاذ. استاذ سمعت لا انا على بالي. هل عنده شهادة تثبت ذلك؟ يعني عندك ما يثبت بلي توفى يوم التسعة؟ دروك غادي نخبرك كيف. تخبرنيش. قول لي عندك ما يثبت. عندي عندي ما يثبت. عندي ما يثبت. عندي ما يثبت. خلاص اذا عندك خلاص. عندي اللي هي قلت لك هذاك جدارمي قال لي راهم دايرين باللي باللي ميت الطبيب داير سيديكا ميديكال باللي ميت لوساج. قلت له ميت لوناف. قال لي لوساج. قال واحد جدارمي قال له راه جيب لي البيرو تاع الشاف. مشى جاب له البيرو، المفتاح تاع البيرو، حل، جبد الريجيست، شوف دار هاك خبط راسه. قال لي التصوير كبير راه هنا يا الله. هذا قال لي التصوير كبير. قال لي هو ميت لوناف. قال لي وحنا درنا تيليجرام للسيكتور لو 10. عندك تيليجرام تاع الداك باللي تيليجرام بعثوا تيليجرام للسيكتور سيكتور ميليتير في العشرة كتبوا باللي السيد مات. السيد مات لوناف. قال لي قال لي هنا تصوير كبير. يعني لولا السلاح اللي جاو يحوسوا عليه ما ندير والو. انا ما تقدرش تثبت انه توفى لوناف. ما نقدرش نثبت. ما نقدرش نثبت لحسن الحظ انه خو كان دفاع ذاتي وكان عنده سلاح. ولكن كاين شهادة وفاة باللي توفى يوم. كاين شهادة الوفاة. نعم ما توفاش في المستشفى. هو توفى المستشفى كي جا يديه الولد اللي ما يقول لك الان توفى في المستشفى. لا هو اخرجه بدون وثائق. المستشفى ما كتبلوش بلي توفى. ما كتبوا له يعني قانونيا نقولوا خرج حي. صح هو توفى في المستشفى داه للدار. لو كان خرجوا بالوثائق هانا نعرفوا الحاله حي ولا ميت. علاه يا شيخ علاه هو خرجوا بالمعرفه. هذا هذا ترتيب ترتيب لشيء معين. الله يرحمه. كان يوجد الحالة معينة. كان حي كان هو خرجوا بدون وثائق لأنه يعلم وعليه خرجوا بدون وثائق. وكانوا متفقين باش يديروا الهيبة. خليني نقول لك الحاج. لما يموت إنسان داروا له جنازة. الناس راحوا للمقبرة. راحوا. يعني الناس تاعين تيموش أنت. اللي حضروا جنازة تاعين الطلبة. تاعين الطلبة. اللي حضروا جنازته أصحابه. شافوه حضروا الجنازة في التسعة. حضروا إن شاء الله. في التسعة. يعني كلهم يؤكدون. كل شيء على بالهم باللي ميت التسعة. إذا شوف عندك شهادة الوفاة والورقة تاع الدرك الوطني اللي بعثوا للقيادة تاعهم يقولوا لهم باللي فلان مات في التسعة. وعندك شهادة الناس اللي حضروا الجنازة وصلوا عليه في الجامع. وعندك الهبة بعد الوفاة. وعندك الهبة بعد ما مات. أنا حابين الناس تفهم هذه النقطة. أن رجل مات في التسعة. ودا شهادة لوليده هيبة يغلو المسكن في 11 مرمى مات معناتها خرج